اليوم يولد من البتول الضابط خليل تمضوا معنا أمسية فريدة من نوعها من حيث الشكل والمضمون، وتسمعوا أناشيد تنشد لأول مرة، لأنه هالأمسية منا أمسية عادية على مسرح أوتيل بستين. هالأمسية منا أمسية تراتيل ميلادية ليتورجية يلي عادة منرتلها بالكنيسة. نحن رح نروح سوا الليلة برحلة وياكن عبر الزمان والمكان. الزمان لميات السنين لورا، لتراث كان منتشر ببلادنا بأنطاكيا، بقبرص، اليونان وبآسيا الصغرى. والمكان هو ساحة كنيسة أو دير، لما كانوا أهل الضيع يجتمعوا من بعد الخدم الليتورجية ليعبروا عن امتداد الكنيسة بالحياة اليومية من خلال الأناشيد والعادات والفولكلور يلي نحن اليوم عم نستعيده. كانوا الأولاد مثلاً ينشدوا هالكالندا، أي الأغاني التقليدية يلي موسيقتها سهلة الحفظ وبسيطة،
على عيد الميلاد وراس السنة وظهور الإلهي. كانوا يحملوا معهم المثلث التريانجل وبعض الآلات الإيقاعية البسيطة ويدوروا فيها على البيوت حتى الناس تقدم لهم الحلوى والهدية بالمقابل. نحن اليوم عم نستعيد فولكلور، إذن هو امتداد للكنيسة وهو جزء من هويتنا الأنطاكية وانتمائنا للكنيسة الأرثوذكسية من الناحية الملازمة للصلوات، يعني الباراليتورجيك، أي النواحي الاجتماعية والثقافية. كلمات الأناشيد قسم منا معرب من الأصل اليوناني، والقسم الآخر تم تأليفه من قبل راهبات أخوية دير كفتون على أساس تعاليم آباء الكنيسة. والموسيقى تراثية تقليدية ومستحدثة، متى ما حفظوها الناس وأنشدوها بيكونوا عم بيعيشوا كلمات الإنجيل بحياتهم اليومية. والمرتل فانجيليس كيكاس من أشهر المرتلين باليونان وبالعالم، وسبق أنه أحيا معنا مع أمسيات مرتلة مع جوقة أبرشيد جبل لبنان سام، منشدين والمنشدات من كل الرعايا بالمنطقة. بتمنى لكم رحلة ممتعة عبر الزمان والمكان. Excellences, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée intitulée Kalanda d'Antioche avec la chorale Al-Qithar Al-Antakiya. Thank you.
Yeah.
إنه الملكوت. اليوم الأرض تقدم المغارة، وبكلمات الآباء اليوم عدن تقرب المغارة، والكفر المذودة ونحن فأما بتولا. وأما الأم البتول فتقدم الأقمطة التي نسجتها بحب حواء الجديدة لابنها وإلهها، وصممتها بكلمات جبريل الملاك، وحبكتها بمزيج الدماء النقية بقوة الروح العلي المضلل. ويكبر الطفل مزدانا بالأقمطة المشلوحة عليه بالرضا، رضا الآب لابنه الحبيب. تسعى إلى الأقمطة الحية الأريوسية لتمزقها، فيستدرك السعي بطرس أسقف الإسكندرية مع خياطي الإيمان القويم في نيقية، ليضرب بعصا الاستقامة رأس الثعبان ويبقى الثوب غير منثلم، ويتهدل قماش الثوب فوق الإبن، ثنايا جمال بشري إلهي يلاطف بشريتنا، فيما ابن الإنسان يتردد بين الناس يشفي ويعلم. تجذب الأثواب النازفة الدم فتقول حسب أن ألمس هدب الثوب، تسعى إليه وتلمس ترابيتها هدب نسيج الثوب، فتوقف المعلمة ليعلن الإبن الأزلي إن بهذه اللمسة لهذه المادة التي لبسها قوة خرجت منه. فيتساءل غريغوريوس البلاماسي ما إذا كانت هذه القوة من صميم جوهره ومن سرمدية أزليته والأبدية، فيقتفي آثار الرسل المرافقين ويصعد معهم إلى جبل ثابور ليتحقق من أزلية القوة التي عبرت بالمادة الأرضية إلى يد النازفة
يتحقق من ذلك عندما يرى مع التلاميذ ثياب السيد على الجبل صارت بيضاء كالنور، ويتأكد التماس بين اللاهوت والناسوت يوم حال مرض أبجر أمير الرهى، حال دون أن يستطيع المعلول البلوغ إلى السيد، فيتناول الطبيب الشافي من ثوبه منديلاً ويرسله إليه، وعندما لمست أصابع الأمير العليل أطراف المنديل عاين في بياض نسيجه وجه الإله المتجسد. كل هذا فيما الحية تسعى لتنال من الثوب غير المخيط، واعتقدت أنها إذا ما فصلت بين الثوب والجسد الإلهي تستطيع أن تنال بعراء الموت، بعراء الكون الساقط من جمالية الثوب من الحياة التي تضج فيه. ينزع الجنود عن الملك ثوبه ويرفعونه على الصليب، فتحاكي أطراف الصليب الخشبية أطراف المذود أيضاً الخشبية، تتعانق الأطراف ويصنع بها ابن النجار المصلوب سلاحاً يشق به حجاب الهيكل ويبني هيكلاً يستر به عراء الكون فيستعاد، ويستحيل الثوب المشلوح أكفاناً يدخل بها الإبن الأزلي القبر الجديد، يغدو القبر قدس أقداس تغنج فيه بشرية الناس بين أحضان الآب بفعل الروح، فيقام الإبن بالروح إلى يمين الآب، يترك على حجر القبر الأقمتة الأكفان ليأتي جيرمانوس الشاعر الإلهي، يقف مع التلاميذ في القبر يحمل بيده الأكفان وينظر إلى يمين العلي متوهج بالجسد الإلهي القائم، فيقول عندما يرى الجديد الطارئ على الألوهة من مادة الزمان، يقول: لقد تجددت للمملكة الأبدية أزليتها. ويخلع ثوبه الرث عنه ليلبس لا ثوب الابن، بل يلبس المسيح ابن الابن نفسه، ويمشي في هذه الأرض مشية ملكوتية كمشية الابن المتجسد الماشي أبدا فوق أزمنة الناس ويحكمه قلبه القلوب.
أنا مثلك فقير يا سيدي الفقير، فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي، شقائي بفعل من فعلتي، وحينما ارتفعت اتضعت وتذللت، تضعت لأن ما من رفعة في هذا العالم، لا الثوب يكسو ولا الطعام يكفي، لا الحسب يريح ولا النسب ينفع، خذ هذه مني يا سيدي الفقير، وتعال اشلح علي من فقرك، خذ مني ثوبا وأعطني ضياء، اجلس إلى مائدتي وأعطني هناء، خذ مني مالا وأعطني عطاء، تعال يا سيدي أيها الفقير، تعال يا أخ يسوع الصغير، تعال ساعدني أخلي ذاتي كي لا أبقى فقيرا أنا الفقير. Thank you.
Oh,
أرسل الرب thank you.
Thank you.
اجمرني معنا
Yeah.
سيدي يسوع، يا من حول نوحنا إلى رقص، يا سيدي يسوع، يا من غمى نتانتنا بعطر في الكون يضوع، يا من من بعد تيه إليه جذبنا وأنار درب الرجوع، يا من مد في الأرض مائدته إليها جلسنا فلا نجوع، يا من لم يهن عنده شقاؤنا ولا قلبنا الموجوع، يا من عن كل وجنة باك مسحها كلها الدموع، إليك من قلب بحبك لانا سجدة توبة وركوع. Thank you.
حاجتين أهم من اللي قبلهم. الوقت وقت تسبيح وأوان افتكار. كيف ابن الله تأنس إن عقلي يحار. محبة الله للإنسان رسمت له المسار، فصار ابن الله مثلنا وبه نلنا الافتخار. ماذا عساي أقول في جو التسبيح الذي وضعتنا فيه فرقة القيثارة الأنطاكية، وقد كانت حقا قيثارة روحية حركت روح المحبة للرب يسوع وروح التسبيح وروح الغبطة والفرح. الشكر لا يكفي، لكني مع الشكر أدعو لكم الرب المتحنن لكي يجزل لكم العطاء بنعمه السماوية الوافرة، لأنكم بهذه الألحان والكلمات تجعلون تسبيح الرب حاضراً على كل لسان في كل مكان وزمان. ولعل هذه هي الغاية المتوخات. وأقول للإخوة الحاضرين إن الكلمات والنغمات التي صورت لنا محبة الله العظيمة ألهبت قلوبنا بالحب الذي يشيع الفرح والسلام حوله. وأريد أن أنشد مع المتروبوليت إبيفانيوس زائد المثلث الرحمات بضع كلمات قال، لأنها تنطبق على هذه المناسبة. قال: هذا هو الزاد الضروري الذي في حاجة أنت إليه كل حين، وبه تمجد دائما خالقك الرحمن رب العالمين. فارجع إليه وحبه من كل قلبك، واقتدي بالأتقياء الصالحين، واحبب قريبك مثل نفسك، وافتكر في أن تعين المدنفين البائسين.
أغابيديمو فيليك أليشبارسيس. مساء الخير أيها الأصدقاء الأعزاء، أنا عم ترجم هلأ. وريشكم أي تتر دي فورا στο Λίβανο. هلأ أنا موجود لرابع مرة بلبنان. Προσεκλημένος από τον εξαίρετο αγαπητό φίλο κύριο Τζόζεφ Γιασμπέκ. وهي بدعوة من الصديق العزيز الحبيب السيد جوزيف يزبك. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τον εξαίρετο χωράρχη. إذا بتسمحوا بدي أقول كلمتين عن قائد الجوأة المميز أو الاستثنائي. Δάσκαλο. ومعلم. Φίλο. صديق. Και αγαπητό σε όλους σας. وهو عزيز لكتار منكم. جوزيف. جوزيف. Ο Θεός του χάρισε πολυπίκυλα τάλαντα. الله وهب مواهب متعددة. Τα οποία αξιοποιεί προς δόξαν Θεού. وهذه كلها تستحق أن تكون لمجد الله. Ένα από αυτά είναι η αγάπη του για τη βυζαντινή μουσική που υπεραγαπά. وأحدى هذه المواهب هي محبته للموسيقى البيزنطية اللي بحبها أكثر شيء. Η φαντασία του. رؤيته أو نظرته أو الخيال تبعه. Ως προς τη συγγραφή νέας μουσικής όσον αφορά τα μέλη. بما يخص كتابته للموسيقى الجديدة اللي هلا أنتم عم تسمعوها. Αλλά πάντα στα πατροπαράδοτα μονοπάτια της παράδοσής μας. ولكن هي دائما ضمن الخط الاباء التقليدي. Είναι αξιοπρόσεκτη. بالفعل يجب وتستحق ان ننتبه اليها. Αυτό φαίνεται στη σημερινή συναυλία. وهذا واضح مبين بالامسيه هذه الليله يعني. Με κάλαντα από όλη την Ελλάδα σε δύο γλώσσες. اللي عم تشوفوه بالكالندا اللي هلا كانت عم تنقال بلغتين. عربικά και ελληνικά. بالعربي وباليوناني. Την μουσική της οποίας επιμελήθηκε ο ίδιος. والموسيقى اللي هو شخصيا اهتم فيها. Ο οποίος εργάστηκε με τόσο κόπο. اللي اشتغل بكتير تعب. Όπως συνήθως πάντα κάνει. مثل العادة دائما هيك بيشتغل. Τον ευχαριστώ μια ακόμη φορά μέσα στην καρδιά μου. كمان مرة أخرى. Αυτός είναι για μένα, όχι ο κύριος Τζόζεφ, ο Τζόζεφ. Χαίδα, بالنسبة له. بالنسبة له هو Τζόζεφ, منو Monsieur Τζόζεφ. Τζόζεφ. Οι μέρες των Χριστουγέννων είναι για όλους τους ανθρώπους ημέρας χαράς. Ιέμ, عيد الميلاد هي بالفعل ايام فيها فرح لكتار. Αλλά και συμπόνια και αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας. ولكن هي كمان فيها عطف للبشر اللي بحاجة لها. Γι' αυτό το λόγο, مشان هالسبب, θα αφιερώσω δύο τραγούδια σε όλους εσάς. راح اليوم كرس او اقدم غنيتين لكم. Τα λεγόμενα ψαλτοτράγουδα. هالغنيتين بنسميهم الاغاني المرتلين. Τα οποία τραγουδούν οι ψάλτες. اللي كانوا المرتلين يغنوها كاتا τη διάρκεια των συναθρήσεών τους بوقت كانوا يجتمعوا εκτός της Θείας Λειτουργίας خارج للدس الإلهي وقت التمرين يعني. Το πρώτο φέρει τον τίτλο «Χαρά στα μάτια που δακρύζουν». الغنية الأولى عند عنوان فرح أو طوبة لعيونك أو لعيونك أو للعيون. Σε μουσική και ποίηση من تأليف وتلحين του αείμνηστου πρωτοψάλτου κυρίου Γεράσιμου Πρεβεζιάνου. المرتل أو المرتل الأول يعني الدائم الذكر اسمه Γεράσιμος Πρεβεζίνου. Χαρά στα μάτια που δακρύζουν για κάποιον άλλον που πονά. Γιατί τα μάτια αυτά θα ειδούνε του παραδείσου τα αγαθά.
γιατί τα μάτια αυτά θα ειδούνε του παραδείσου τα αγαθά. Χαρά στα χέρια όπου τίνουν μικρά παιδιά και ορφανά, γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά. Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά. Χαρά στο στόμα όπου λέγει λόγια παρήγορα γλυκά, γιατί το στόμα αυτό θα ψάλει με τους αγγέλους ωσανά. Γιατί το στόμα αυτό θα ψάλει με τους αγγέλους ωσανά. Χαρά στο σπίτι που ανοίγει την πόρτα στον περαστικό, γιατί η πόρτα αυτή θα ανοίξει στην Παναγιά και στο Χριστό. Γιατί η πόρτα αυτή θα ανοίξει στην Παναγιά και στο Χριστό. هلا رح ترجمهم. بتقول طوبى او نيال او فرح للعيون التي تدمع، تدمع للآخر الذي يتوجع، لأن هذه العيون سترى فضائل أو حسنات الفردوس. طوبى لليدين اللتين تلبسان الأطفال الصغار والأيتام، لأن هاتين اليدين ستصبحان أجنحة أو جناحين لكي تطير في الأعالي. طوبى للفم الذي يقول كلمات تعزية حلوة وجميلة، لأن هذا الفم سيرتل مع الملائكة أصنة. طوبى للبيت الذي يفتح الباب للعابر، لأن هذا الباب سيفتح لوالدة الله الكرة القداسة وللمسيح. هذا كان أول غنية. Το δεύτερο είναι και αυτό είναι ψαλμοτράγουδο αφιερωμένο στη μάνα. الغنية الثانية هي مقدمة أو مكرسة للوالدة لأمه. Ένα τραγούδι για τη μάνα μου θα γράψω, για αυτή που μου μάθε αγάπη τι θα πει. Μα είναι τα λόγια μου φτωχά να περιγράψω, καημούς και πίκρες που της έδωσε η ζωή. Μα είναι τα λόγια μου φτωχά να περιγράψω, καημούς και πίκρες που της έδωσε η ζωή. Γλυκιά μου μάνα, που να βρω λόγια για σένα. Εσύ ήσουν μόνη σου τραγούδι ζωντανό. Αυτά που πέρασες δεν γράφονται με πένα. Τα βάσανα σου ήταν μάνα μου βουνό. Τα βάσανα σου ήταν μάνα μου βουνό. Από παιδάκι μες του μόχθου το καμίνι,
ποτέ δεν γνώρισες αγάπη τι θα πει. Όλη η ζωή σου ήταν πόνος και οδύνη και ένας αγώνας να σταθείς σ' αυτή τη γη. Όλη η ζωή σου ήταν πόνος και οδύνη και ένας αγώνας να σταθείς σ' αυτή τη γη. Γλυκιά μου μάνα, που να βρω λόγια για σένα. Εσύ ήσουν μόνη σου τραγούδι ζωντανό. Αυτά που πέρασες δεν γράφονται με πένα. Τα βάσανά σου ήταν μάνα, άμμου βουνό. Τα βάσανά σου ήταν μάνα μου βουνό. بدنا نشكر حضوركم، بدنا نشكر فانجيليس، thank you very much إفخاريستو، وبدنا نتمنى لكم أعياد مجيدة ملؤوا هالسلام يا رب. نطلب كتير للسلام ببلدنا وبالمنطقة. بدنا نشكر شكر خاص لأم تي في يلي غطوا هالإيفنت. بدنا نشكر سعادة سفرة، سعادة النائب غسان مخيبر، رئيس صلاح مخيبر، رئيس نسيب إليا، وكل اللي حضروا. وأخيراً شكر كبير لجوقة القيثارة الأنطاكية للموسيقيين. بقيادة أستاذ جوزيف يزبك. مرسي بكو. Παράληψή μου ήταν να μην ευχαριστήσω και τον πατέρα Ιουστίνο. Που τον γνωρίζω προσωπικά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πως τ' αρχοντικό σας